بعد حسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالوجهات المعنية في أمر المدن المغربية التي ستحضن مباريات كأس العالم للأندية، وتأهبا للمونديال، ملعب عروس الشمال يقترب من تهيئ نفسها، وأن الأشغال تسير على قدم وساق داخل الملعب وخارجها من أجل تجهيزه للمونديال التو الذي سيلعب أيضا على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط. هي إصلاحات إذن تهم المدرجات الجانبية والعشب والمرافق المحيطة بالملعب بلغت نسبة 70%، والأكيد أن فريق اتحاد طنجة سيضطر لخوض مبارياته ضمن الدوري الاحترافي على أرضية ملعب سانية ترمل بتطوان حتى نهاية المونديال. عدسة الزميل أسعد خماسي تقربنا أكثر من استعدادات الشركات المخول لها تهيئ ملعب ابن بطوطة بطنجة، لنستمع. معكم رفيع عبد الله، خدامي في كامبون ديال طنجة. لا قريب ان شاء الله، هي ضروري خدامين في المهم في هذا الاسباس اللي على برا. المهم حنايا شادين على برا والنتواياج ديال الداخل، فهمتي؟ يعني قريب هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم يتطلب. ما باقي لكم شي صعوبات ولا؟ لا ان شاء الله ما بقاش بزاف، فهمتي؟ غير يسالي ان شاء الله، ان شاء الله يربي يشرف الشيء، غير يسالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. شحال من شركه دابا خدامه معك؟ خدامين دابا شي 6 شركات. بالنسبه للناس ديال جينيسي في الغي يكملوا يكونوا اكيد، اما في خص الناس ديال الكونسيكسيون ميطاليك جينيرال هذوك يكون عندهم شويه ضروطه، علاش هنا مازال عندهم المونتاج، مازال يغطيو بالبانو ساندويش، ومن بعد الفينيسيو كيقبط شويه اليد، بافا يخص اذا كان يغطيو المعمل من الفوق يكون اكيد ما يكونش كامل، يكون اكيد اذا كانوا يغطيو المعمل من الفوق راه شهرين ما كافيهمش. شنو الحال ديالك دابا؟ شحال من شركه خدامه معكم دابا؟ دابا تقريبا كاين هنايا شي 8 شركات اللي داخلين، كاين صحاب جينيسي في ناس الالومنيوم، كاين الناس السباغة، كاين الناس ديال سميتو المونتاج الكيمونتي والكراسي، كاين كاع. المهم كاع كل واحد، كل شركه والتخصص ديالها، هنا كل شركه وشنو البروجي اللي الوقت اللي عندك. كاين شركات اللي غيكملوا قبل، والشركه اللي غتبقى مأخرة اللي على ما كنظن بحكم التجربه ديالي انا اللي دوزت في تركيب المعدن وكشي، ان الناس ديال لا شاربونت اللي كيمونتي لا شاربونت وبانو ساندويش كون اكيد راه هاد الشهرين ما كافيهمش. الا كانوا غيغطيو المعمل من الفوق كامل، اما اللي كان يضروا مجدا غيكملوا، ولكن غيبقى لهم الفينيسيو من الفوق راه ما يغطيوش. هذا كل واحد الوقت ديال المونديال ما يكون ما كفاهمش الوقت. الحل اللي عندهم خص الناس ديال اصحاب جيني سيفيل، الناس ديال اللي خدامين البناء هذوك راهم غادي الامور ديالهم مزيانه، ولكن خصهم يحاولوا يسرعوا شويه. علاش؟ هذوك شويه مولي بلوكاهم قبل، ماشي دابا، اصلا تبلوكاو قبل وعاد نشوف هنا كتدخل فيها الطقس، يعني طنجه راك ما عرفتش الطقس كتشتا، راه ما يمكنش الانسان يمونتي على الحديد حساب الله وتر، هذاك ما يمكنش، مستحيل صبت شتا كلشي كيوقف. هذه هي العوامل اللي كتاثر على الخدمه، هي اللي كدير شويه ضروطه. باش بيكون 100% من المونديال يكون اكيد ما غادي يكون، بحكم التجربه ديالي انا ما يكونش كامل. مازال الخدمه، لما كيبان لي انا يلا خدمت يومين هنا، ولكن درت التيران انا مازال الخدمه هذا الوقت ما كيفهمش، ولا زاد صبت شتا في هذا الاسبوع هذا غيكون غيزاد الروضه. لا بالنسبه لهذاك الشيء كيبقى المسائل الهامشيه، الكرياج وداك الشيء ماشي شي، هذاك ماشي شي حاجه صعيبه. المشكل اللي صعيب هو الفوق ديال الكونستريكسيون ميطاليك جيرينار والغطو ديال البانو ساندويش فيسيو، وعاد الحساب حتى البوزيسيون اللي كيخدموا كاين شويه الصعوبات، راه كيتطلب شويه الوقت. وأكدت اللجنة المنظمة لهذا العرس الكروي أن مدينتي طنجة والرباط سيحتضنان مباريات كأس العالم للأندية، حيث ستقام المباراة الافتتاحية ونصف النهائي في عروس الشمال، أما المباراة النهائية فستقام على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.